وهنا بعد الاستعراض الموجز لأهم وأبرز العمليات العسكرية، إرهابي آخر يغادر اللعبة. جلال بالعيدي أبرز قادة تنظيم أنصار الشريعة قتل بغارة نفذتها طائرة بدون طيار بمحافظة أبيان. مصادر محلية أكدت أن بالعيدي قتل في غارة استهدفت سيارة كانت تقله واثنين من مساعديه على الطريق بين بلدتي زنجبار وشقرة. احنا ما نريد شيء، بس لنا طلب واحد، تحكيم الشريعة. بالعيدي الذي انتقل من حراسة مرمى فريق حسان الرياضي ليصبح رأس حربة أنصار الشريعة التابع للقاعدة تحت صفة أمير ولاية أبيان، قاد خلال الخمسة الأعوام الماضية أكبر العمليات التي نفذها التنظيم في اليمن، والتي جعلت من الفرع اليمني للقاعدة أخطر فروع التنظيم المحظور عالميا. تمكن تنظيم بالعيدي من فرض سيطرته على بعض المناطق جنوب البلاد، مستغلا حالة الاضطراب والفوضى الأمنية والسياسية التي أعقبت إسقاط نظام صالح. ولهذا كان بالعيدي هدفا مفترضا لغارتين من غارات الطائرات بدون طيار التي تحلق في سماء البلد منذ أعوام. قبل مقتل بالعيدي كانت الأنباء تتحدث عن خلاف بينه وبين قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على خلفية تأييده لما يسمى تنظيم الدولة داعش، بعد إعلان مبايعة أمير التنظيم أبي بكر البغدادي واستخدامه لأساليب التنظيم المعروفة بوحشيتها، كما حدث مع 14 جنديا الذين قتلهم ذبحا في حضرموت العام قبل الماضي، وهو ما جعل الأنظار تتجه إليه بوصفه المرشح القادم لوراثة قيادة التنظيم الذي كان من المنتظر أن يصبح من الماضي بعد بزوغ داعش بقيادة جلال بالعيدي. وبمقتله يصبح مستقبل تنظيم داعش في اليمن غير معلوم، ما لم يكن هناك مدخلات أخرى في ظل كل هذه الفوضى القائمة حالياً.